ده واحد نزل بيقول لمراته انا نازل عاوزه حاجه، فبيختبرها فلاقاها مبسوطه وفرحانه، فاستغرب ايه سبب انبساطها، ان هي هتروح بقى تاخد راحتها وتفتح الاوضه وتطلع الحاجات اللي هي شارياها وهتفرجنا على حاجه حاجه. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان حاجاتهم بتبقى جميله وعمليه وكل حاجه وليها استخدامها واستعمالها. زي ما انتوا شايفين كده الحاجات كمان شيك والوانها حلوه، الوانها حلوه وشيك وشكل الكاسي بتاعتها كمان نظيفه وحلوه، فهي طلعت حاجه حاجه وبتستخدمها وبتورينا استخدام كل حاجه هي فتحتها. طبعا دي جميله جدا، بتقطع الخضار بطريقه حلوه وسهله وسريعه، والطبق اللي بيدور ده بيلم الصوصات والزيوت، ودي بتعمل بيها عصير بدل الخلاط، بتعمل عصير بدل الخلاط وبتشربه، يعني خلاط وكوباية في نفس الوقت. دي طبعا مروحة، احنا قلنا في فيديو قبل كده ان المروحة دي مهمة جدا لينا في المطبخ في الصيف، ضروري يعني. وده كفرز النضارات، بيتعلق كده جنب الباب عشان يلبسوا النضارة قبل ما ينزلوا، ودي بتاعت الحشرات، الناموس بقى، الدبان ده بقى، منظم الهدوم طبعا ده حاجة مهمة جدا.